دلوقتي وصلنا لفقرة الأسئلة، نبدأ بأول اتصال تليفوني. أستاذ عاطف من الجيزة، السلام عليكم أستاذ عاطف. وعليكم السلام. اتفضل يا أستاذ، قول مشكلتك. أنا ارتكبت ذنب كبير وضميري مأنبني وعاوز أتوب. ما هو الذنب؟ أنا زنيت. بص يا أخ عاطف، الزنا كبيرة من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى، حيث قال في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، صدق الله العظيم. ولكن يكفر عن هذا الذنب الكبير بالجلد. أنا عايز أتجلد. هل حدث علاج ولا كان بوس وتلامس فقط؟ لا، حصل علاج. يبقى تتجلد 100 جلدة. مين اللي يجلدني؟ للأسف في العصر الحديث مفيش جهة بتطبق الحدود، ولكن ممكن أي شخص مسلم يطبق عليك هذا الحد بشرط العدل والأمانة. شكرا. الشكر لله، وأهم حاجة أن تصدق القول والنية مع الله سبحانه وتعالى، وألا